كيف تصف المشهد اليوم في ظل أيضا يعني تصريحات لفصائل المقاومة في غزة تقول بأن تهديدات الاحتلال لن تخيف شعبنا وسنقابلها بتصعيد الثورة؟ نعم، يعني منذ يعني بداية شهر رمضان وجيش الاحتلال وهذا الكيان يشدد من الحصار على المدن الفلسطينية بشكل عام وخاصة على مدينة القدس المحتلة من أجل منع المصلين من الوصول إلى القدس المحتلة. وبعد أن يعني اشتدت يعني عمليات المقاومة في الأيام الأخيرة التي قام بها المقاومين ضد المستوطنين وضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، قام جيش الاحتلال بزيادة يعني قواته في المدن الفلسطينية وعلى المحاور الرئيسية للمدن الفلسطينية من أجل يعني مواجهة عمليات المقاومة. وقبل قليل يعني كان هناك خبر على إحدى القنوات العبرية، يعني ما جرى هذا اليوم أو قبل لحظات، بأن يعني جيش الاحتلال قام بالاشتباك مع فلسطينيين مسلحين قرب دير الحطب بنابلس. وتقول يعني الأنباء حسب المصادر الرسمية بأن هؤلاء الشابين استشهدا، وقال يعني الإعلام العبري بأن هؤلاء يعني الشابين قاما بإطلاق نار على إحدى المستوطنات الإسرائيلية. لذلك يعني ما يجري في المدن الفلسطينية بشكل عام وخاصة محاصرة مدينة أريحة، جاءت محاصرة مدينة أريحة بعد العملية البطولية التي كانت في منطقة الحمرة. لذلك يعني محاصرة مدينة أريحة جاء نتيجة لهذه العملية ونتيجة لمطاردة يعني قوات الاحتلال لمنفذي العملية حسب يعني الإعلام العبري. وكل ما يقوم به الاحتلال من عمليات مداهمة وحصار المدن الفلسطينية واعتقالات ليلية، أعتقد بأنه لن يوقف عمليات المقاومة، خاصة بأن هذا الاحتلال استخدم هذه الأساليب في السابق. ضاف إلى ذلك ما زالت يعني وسائل المقاومة الفلسطينية تقول بأن مهما فعل الاحتلال لن يثني المقاومة عن يعني العمليات والمقاومة لهذا الاحتلال رغم كل ما يقوم به. يعني بشكل عام هذا الاحتلال يعيش يعني حالة من الإرباك وعدم القدرة على تقدير الموقف نتيجة يعني توالي العمليات في الفترة الأخيرة، خاصة عندما يعني تم إطلاق الصواريخ من لبنان على شمال فلسطين. كانت هذه الصواريخ يعني بمثابة المفاجأة والصدمة لهذا الاحتلال الذي لم يستطع تقدير الموقف. وهذا الاحتلال اعتبر يعني إطلاق الصواريخ من لبنان بأنه هناك تنسيق بين المقاومة في فلسطين وخاصة بقطاع غزة ومع المقاومة في لبنان. وخرج نتنياهو بخطاب بالأمس للشارع الإسرائيلي أستاذ عدنان، ويعني هدد بقوله كل مخرب سيقتل ويدنا ستطوله. هذا ما خرج به نتنياهو في خطابه بالأمس، كيف كانت ردة فعل الشارع على هذا الخطاب؟ نعم، يعني هو عندما تحدث نتنياهو كان خطابه بعد يعني مرور تقريبا يعني 100 يوم من أداء يعني حكومة نتنياهو لليمين وتشكيل هذه الحكومة. ولكن يعني حسب المحللين وحسب القنوات العبرية، رغم يعني ما تحدث به نتنياهو بأن يد يعني جيشه ستصل إلى كل مقاوم وستقتل كل مقاوم، هذا الحديث ليس جديد على حكومة الاحتلال وخاصة نتنياهو. وكانت التحليلات بشكل مباشر بأن حديث نتنياهو هذا من أجل تطمين المستوطنين وجنوده الذين يواجهون عمليات يعني كبيرة من المقاومة، لأنه في الفترة الأخيرة كان هناك تذمر كبير من المستوطنين بأن هذه الحكومة التي كان برنامجها الأساسي هو حفظ الأمن أو توفير الأمن للمستوطنين، وكل ما تحدث به نتنياهو من أجل تطمين هؤلاء المستوطنين وإشعارهم بقليل من الأمن. يعني هذه الحكومة بعد كل هذه الفترة ما زالت يعني تواجه مشاكل وتحديات كبيرة، وهذا واضح بشكل كبير فيما يتعلق في موضوع الإصلاح القضائي وما يعني يتم من احتجاجات على هذه الإصلاحات
إضافة إلى ذلك يعني العمليات الفلسطينية التي تصاعد في الضفة الغربية والقدس في كل يوم. يعني خطاب نتنياهو هذا ليس جديد، وكل ما يتحدث به لن يمنع عمليات المقاومة، لأن الجيش أصلا يوميا يقوم بالاعتقالات، ويوميا يقوم بالقتل، ويوميا يقوم بالمداهمات، ويوميا يقوم بهدم المنازل. يعني كل هذه الأساليب التي تحدث عنها نتنياهو أعتقد بأنها لن توقف عمليات المقاومة، بل زادت من عمليات المقاومة وستزيد من عمليات المقاومة في الأيام القادمة. يعني وفقا لاستطلاعات الرأي داخل الكيان، فإن أكثر من 71% من المجتمع الإسرائيلي غير راضي عن سياسة نتنياهو، ولم يعد يثق بقدرته على التعامل مع التحديات، وأيضا تراجع حزب الليكود من الحزب الأكبر إلى ثالث حزب في الساحة السياسية داخل الكيان. إذن هناك تراجع في شعبية نتنياهو، وهذا ربما جاء بعد الضربة الأقوى له بإطلاق الصواريخ من لبنان، وأيضا وحدة الساحات التي تجسدت بعد الاستفزازات الصهيونية في المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة. نعم، يعني في الأيام الأخيرة ونتيجة للعمليات الأخيرة وخاصة إطلاق الصواريخ من لبنان، كان هناك تذمر يعني بشكل كبير من المستوطنين، خاصة بأنهم تفاجأوا بوحدة الجبهات. هم اعتبروا بأن إطلاق الصواريخ من لبنان والتي يعني أطلقت بشكل مفاجئ، حتى أن يعني جهاز الاستخبارات الذي يطلق عليه أمان في دولة الاحتلال قال بأن هذا فشل استخباري كبير، حتى أن التقديرات يعني الاستخبارية كانت تتوقع أن يخرج مقاوم من مدن الضفة الغربية، من القدس، من فلسطين المحتلة عام 48، كانت تتوقع أن يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولكن لم تكن تتوقع ولم يكن هناك أي تقدير أن تتلقى الضربة من لبنان على شمال فلسطين. إضافة إلى ذلك يعني شعبية الليكود هبطت بشكل كبير، لأن أصلا هذه الحكومة عندما تم تشكيلها أو هذا الائتلاف عندما تم تشكيله كان يعني البند الأساسي أو البرنامج الأساسي لهذه الحكومة هو حفظ الأمن، وبأنهم هم يعني نتنياهو وسموتريتش وبن غفير هم فقط من يستطيعون توفير الأمن للمستوطنين ولجنود الاحتلال الإسرائيلي. ونتيجة لازدياد العمليات كان ذلك له تأثير كبير على شعبية نتنياهو، وأصبح حزب الليكود الحزب الثالث في الاستفتاءات. إضافة إلى ذلك حتى أن المستوطنين أحبطوا بعد عملية حوارة التي يعني قتل فيها جنود من جيش الاحتلال، وحتى وقتها كثير من المستوطنين قالوا إذا كان هؤلاء الجنود الذين أتوا ليوفروا لنا الأمن قد قتلوا وتم استهدافهم، فكيف سنشعر بالأمن؟ يعني هذا يعني كان حديث مباشر من كثير من المستوطنين. لذلك أعتقد بأنه إذا استمرت العمليات بهذه الطريقة ذلك سيؤثر بشكل كبير، وأيضا سيخفض من الأصوات لحزب الليكود، وأيضا لبن غفير وسموتريتش في الأيام القادمة. أستاذ عدنان، يعني مسألة تصدير الأزمة الحديث كان فيها كبير جدا، ونتنياهو بالفعل هو ماهر بهذه السياسة، سياسة تصدير الأزمات. اليوم تصدير الأزمة نحو غزة ربما يكون وارد، ولكن الخيار الآخر هو اغتيال شخصية من فصائل المقاومة الفلسطينية سواء كانت سياسية أو عسكرية، والحديث يدور بكل صراحة عن الشيخ صالح العروري. اليوم هل الإعلام الإسرائيلي بالفعل يلمع الشيخ صالح العروري، يسلط الضوء عليه، يبرز الخطر الذي يشكله مثلا على هذا الكيان؟ هل هذا يحدث بالفعل داخل الأوساط الإسرائيلية؟ نعم، يعني منذ يعني أن أطلقت الصواريخ من لبنان على شمال فلسطين كان هناك تلميحات يعني بشكل كبير في الإعلام العبري بأن حركة حماس هي من تقف خلف إطلاق يعني هذه الصواريخ. لذلك كان يعني الإعلام العبري يتحدث وقتها بأن الضربة ستكون لقطاع غزة وليس للبنان، أو ستكون في لبنان يعني ضربات يعني خفيفة جدا،
لأنهم اعتبروا بأن يعني حركة حماس، وكان هناك أيضا اتهامات للشيخ صالح العرور هو من يقف وراء إطلاق هذه الصواريخ. لذلك يعني هناك كثير من التحليلات أو التوقعات بأن يعني عندما رد الاحتلال على إطلاق الصواريخ، سواء القصف الذي تم على قطاع غزة أو على بعض المناطق في لبنان، يعني كان مجرد تمويه من الاحتلال لكي يشعر يعني المقاومة بأنه تم الرد. ولكن هناك تحليلات تقول بأن الاحتلال عندما يعني ضرب أهداف بسيطة في قطاع غزة ولبنان من أجل أن يغدر أو يحاول الغدر واغتيال شخصية مركزية من يعني قيادات المقاومة، سواء السياسية أو العسكرية، لأنه يعني الضربات من لبنان، يعني إطلاق الصواريخ، كانت موجعة ومفاجئة ومربكة لهذا الاحتلال، حتى أنه لم يستطيع تقدير الموقف. ووقتها كانت التصريحات يعني غير واضحة، حتى أن نتنياهو لم يستطيع أن يصرح بشكل مباشر هذه الصواريخ. لذلك أعتقد بأن الاحتلال حتى يبين للمستوطنين ولمواطنيه بأنه رد، أعتقد بأنه سيحاول أو سيكون هناك رد على اغتيال شخصية من أجل إظهار بأنه قادر يعني على الوصول إلى المقاومة، قادة المقاومة. يعني الحديث أيضا يدور حول الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين. كان هناك دعوة لعدم اقتحام المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ولكن لم يلتزموا بذلك المستوطنين. كيف يمكن فهم هذه الحالة داخل الكيان؟ هل مثلا نتنياهو فقد السيطرة على المتطرفين، أم أن هناك تنسيق بينهم وهناك موقفين، موقف دبلوماسي من نتنياهو للوسطاء وموقف آخر مع المتطرفين؟ كيف يمكن فهم الحالة؟ يعني هو نتنياهو في وضع لا يحسد عليه، خاصة بأن الائتلاف الحكومي يعتمد على قادة المستوطنين والمتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش، وهؤلاء كان شرطهم الأساسي لدخول الائتلاف بأن يسمح لهم بكثير من الأمور، أو أن يسهل لهم نتنياهو كثير من الأمور، يعني إضافة للاستيطان وأمور أخرى، هو السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى. لذلك نتنياهو يحاول أن يوازن بين يعني الوضع يعني الدولي الدبلوماسي، وأيضا لإرضاء هؤلاء المستوطنين والسماح باقتحام المسجد الأقصى، لأنه إذا منع بشكل مباشر وأعطى قرار بمنع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، فإن ذلك قد يؤثر على الائتلاف الحكومي، وقد أيضا ينهي الحكومة في حال يعني سموتش وبن غفير انسحبوا من هذا الائتلاف، إذا يعني قام نتنياهو بإصدار قرار مباشر بمنع المستوطنين من الدخول إلى المسجد الأقصى. يعني هو يحاول أن يوازن بين الدبلوماسية الدولية وبين إرضاء هؤلاء المستوطنين من أجل الحفاظ على حكومته وعلى الائتلاف الحكومي الذي شكله مع هؤلاء المستوطنين. هل تتوقع سقوط هذا الائتلاف الحكومي في وقت قريب أستاذ عدنان؟ أنا أتوقع بأن يعني سقوط الائتلاف وارد، ولكن يعني ليس بشكل كبير، خاصة بأن نتنياهو في وضع لا يحسد عليه، وهذا الائتلاف وهذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة له من أجل يعني الخروج من التهم يعني الجنائية الموجهة له. إذا انتهى الائتلاف ولو يحافظ عليه نتنياهو، فإنه سيتم يعني محاكمته بشكل كبير، وهو أيضا يحاول الحفاظ على هذا الائتلاف من أجل تغيير يعني الوضع القضائي في الكيان، ومحاولة الخروج أو سن قوانين للخروج من التهم يعني الجنائية الموجهة له. ففي حالة انتهاء يعني الائتلاف أو سقوط الائتلاف، فإن نتنياهو سينتهي سياسيا، وهذه الفرصة الأخيرة له للخروج من القضايا الجنائية. لذلك أعتقد يعني انتهاء الائتلاف بعيد أو ليس يعني كثير، يعني أعتقد ليس كثير يعني المراهنة على سقوط الائتلاف، لأن نتنياهو سيعمل بكل جهد أن يحافظ على هذا الائتلاف
للحفاظ على نفسه والخروج من القضايا الجنائية الموجهة له. الحفاظ على مصالح هذا الائتلاف الحكومي هل تتناقض مع مصالح الكيان؟ يعني هناك تفاوت في الآراء في هذا الكيان. يعني بعد أن طرحت هذه الحكومة أو وزير يعني ما يسمى وزير القضاء الإصلاحات القضائية، كان هناك أصوات كثيرة من شخصيات يعني مهمة ومركزية، رؤساء وزراء سابقين، حتى وزراء دفاع، حتى قضاء، حتى قادة أجهزة أمنية، بأن ما يجري هو ضد مصلحة هذا الكيان. ولكن أعتقد بأن نتنياهو سيبقى على موقفه حتى من أجل طبعا الحفاظ على مصالحه الشخصية، ولو كان على حساب مصلحة هذا الكيان. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيل الأستاذ عدنان الأفندي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القدس المحتلة. وأنتم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل.